اهلا بيكم. بيتكلم فيلمنا عن بيت كندر سحري جدا. زي ما انتوا شايفين الجدة الشريرة دي حطت البيض الكندر ده في الغابة، اللي هياخده هيتحول لحاجة غريبة هنشوف دلوقتي. وراحت تنادي على الاسد سيمبا وتقول له قوم من نومك وروح عند الشجرة الكبيرة. وهو صحي من النوم بيقول ايه ده، ده كان كابوس ده ولا ايه؟ هو اللي انا كنت بتهيأ لي ان في حد قال لي ان انا اروح عند الشجرة الكبيرة عندها بيت كندر، انا لازم اروح واتأكد. ايه ده، ده فعلا في بيت كندر، ده انا لازم اشيله، دول تلاتة، انا هاخد واحدة لابني واحدة لمراتي، هاخد التلاتة وهمشي قبل ما حد من الحيوانات يجي ويشوفني ويقول لي هات واحدة من دول. وشالهم على ظهره ومشي وما خدش باله ايه اللي مرسوم عليهم. وبتظهر الجدة الشريرة وهي بتضحك ضحكتها الشريرة وبتقول ان هي خلاص كده نفذت اللي كانت عاوزاه، وفضل بس سيمبا ياكل البيض ده. وخد البيض وجري بيه على الكهف وبيصحي مراته وابنه وبيقول لهم قوموا قوموا انا جايب لكم بيض كندر السحري، بيض حلو قوي، اصحوا من النوم انتوا لسه نايمين. صحيوا، ابنه قعد يهلل ويقول الله ده البيض ده حلو قوي يا بابا انا عايز اكله. قال له يلا يا حبيبي خد لك واحده ومامتك واحده. ام سيمبا قالت له بس البيض ده شكله غريب قوي، ده زي ما يكون بيض مخيف. ابو سيمبا قال لها هو احنا لسه هنفكر في شكل البيض، ما يلا ناكله، ده احنا هو احنا شاريينه يعني، ده احنا لاقيينه، يلا كل واحد ياخد له واحده ويبتدي ياكل. سيمبا مبسوط جدا وبيقول لبابا يلا انا عايز واحده. وهنا سيمبا بيوزع البيض عليهم بالتساوي وبيبتدوا ان هم ياكلوه. وهنا هتحصل المفاجاه. هم 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 هم. ايه ده، ايه اللي بيحصل لنا ده، ايه ده، في ايه، ايه ده، هو احنا تحولنا ايه؟ انا تحولت سيمبا جدة شريرة، وانا يا ابو سيمبا بقيت ام سيمبا الجدة الشريرة، وانا يا بابا انت وماما بقيت سيمبا الصغير جدة شريرة. يا سلام يا اولاد، احنا بقينا عيلة شريرة قوي. انا نفسي دلوقتي نروح ناكل الحيوانات كلها ونخلص عليهم، يلا بينا. فكرة حلوة قوي يا ابو سيمبا، انا حاسة كأني ما كلتش من زمان، يلا بينا ناكل الحيوانات، ده هيبقى طعمها لذيذ قوي. I see you. يا سكار يا سكار، هو انت رايح فين؟ رايح اتمشى في الغابة شوية، وسع بقى يا قرود. اتمشى ايه، ده كل الحيوانات عمالة تجري تهرب، انت ما سمعتش ان فيه في الغابة تلاتة جدة شريرة؟ ايه يا نهار ابيض، تلاتة جدة شريرة مرة واحدة، يعني مش جدة شريرة واحدة، هي ايه بتتكاثر ولا ايه؟ ايه انا لازم اروح البيت بتاعي واستخبى بسرعة. ايوه انا كمان هروح استخبى في بيتي. اجروا بسرعة يا حيوانات الغابة، الجدة الشريرة هجمت على الغابة وجاي علينا هتاكلنا كلنا، جدة شريرة معاها كمان تلاتة، يلا بسرعة اهربوا. انا جعان قوي. الغابه اي سي يو، انا سيمبا الصغير جدة شريرة، انا لازم اروح اصطاد الخروف اللي هناك ده. الحقوني الحقوني، سيمبا بقى جدة شريرة وعايز ياكلني، الحقوني. يا خروف يا حلو ماكلك هم الهم، هشوف بابا جد بابا الجدة الشريرة فين وماما الجدة الشريرة راحت فين. جرى ايه يا منيل، هنفضل محبوسين كده في الكهف ده وخايفين من اخوك سيمبا اللي تحول جدة شريرة؟ ايوه يا اختي، احسن ما ياكلنا. لا يا سكار، انت لازم تبقى شجاع وتطلع برا الكهف ده وتقضي على سيمبا ومراته وابنه وتبقى انت ملك الغابة. انا لو طلعت برا الكهف ده هياكلوني، اسكتي بقى.
طول عمرك جبان، انا هقولك على خطة لازم تنفذها. انت لازم تروح تسرق البدلة بتاعت ايرون مان وتلبسها، وساعتها تقدر تقضي على سيمبا وعيلته وتبقى انت ملك الغابة. حلوة قوي الفكرة دي، يا سلام عليكي وعلى افكارك. انا رايح بسرعة اسرق البدلة قبل ما ايرون مان يرجع الكهف بتاعه. وادينا هو سرقت البدلة بتاعت ايرون مان، اما اروح بقى والبسها واقضي على سيمبا وعيلته وابقى انا ملك الغابة. From home interface. يا سلام عليا في بدلة ايرون مان، حلوة قوي البدلة دي، انا مش هرجعها خالص لايرون مان وهاخدها عندي. ها ها ها، انا بقى هروح دلوقتي اخلص على سيمبا وامو سيمبا وابنهم سيمبا اللي تحولوا جدة شريرة. ها ها ها، وابقى انا ملك الغابة. يلا يا سيمبا علشان اخلص منك وابقى انا ملك الغابة. الحمد لله رجعت اسد تاني زي ما كنت، ده انا كنت شرير قوي، انا لازم اروح اشوف الغابة واطمن عليها. ودلوقتي جه الدور على سيمبا وامو سيمبا. ها 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 ها، ودلوقتي خليل الجو بقى، هروح ابقى ملك الغابة. يا الحمد لله يا سيمبا رجعنا تاني الغابة بتاعتنا، الحمد لله رجعنا، كنا اشرار قوي يا سيمبا. ايوه يا ماما الحمد لله، امال فين بابا؟ يلا نروح ندور عليه. اسمعوني بقى يا حيوانات الغابة، ملك الغابة بتاعكم سيمبا خلاص انا قضيت عليه، علشان كان شرير وعامل نفسه جدة شريرة هو ومراته وابنه، دلوقتي بقى انا ملك الغابة. انت فاكرني مت ولا ايه يا سكار؟ انا رجعت، رجعت بفضل الضربة بتاعت ايرون مان، فوقتني ورجعتني اسد زي ما كنت انا ومراتي وابني. ها انت بتقول ايه؟ الضربة بتاعت ايرون مان هي اللي فوقتك؟ يا فرحة ما تمت يا سكار، عمري ما هكون ملك الغابة.